السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كنتمناكم تكونوا مزيانين ان شاء الله يا ربي. غبرت عليكم غير الظروف ديال المرض ديال الزوج ديالي. البنات محتاجه دعواتكم. كما كتشوفوا معايا انا دابا راني متواجده، دابا اليوم 3 ايام وانا في السبيطار ديال العسكري اللي في الرباط مع الزوج ديالي. كنتمنى منكم شي دعوات بالشفاء ان شاء الله. كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم واش كتعاودوا؟ ايوا اش نقول لكم البنات، تهلاو في راسكم، تهلاو في صحيحتكم. راه الصحه هي كلشي، هي كلشي. زعما الصراحه راه اللي عنده صحيحته عنده كلشي. راه الصحه سبحان الله العظيم، الا دراتك غير شي حاجه بسيطه راه يعني كتحس بواحد الالم، بواحد يعني شي مهم، شي حاجه مشكل يعني كما كنقولوا. راه الا درك غير الراس راه كتبقى فهمتي، كتبقى مشوشه. وهادي هي، والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. كنتمنى منكم شي دعوه، شي دعوه ديال الخير، شي دعوه ديال الشفاء ان شاء الله. وهادشي اللي كاين البنات، بغيت ندير هاد الفيديو دابا باش تعرفوا السبب الغياب ديالي. كنشكر كاع الناس اللي كتسول فيا، كاع الناس اللي البنات هاد الفيديو درتو على ود البنات اللي ما عارفينش النمره ديالي، مساكن اللي غبرت عليهم داكشي علاش درتو. اما البنات اللي عارفين النمره ديالي راه كيعيطوا ليا مساكن وكيسولوا، شكرا لهم بزاف 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 بزاف. كنشكركم من اعماق قلبي. كما قلت لكم البنات، كنشكركم بزاف 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 بزاف. كاع البنات اللي صوناو عليا، كاع البنات اللي كل خطره مساكن كيسولوا على الزوج ديالي، واش فاح، واش خرج من العمليه، واش هادي واش هادي. كنشكرهم بزاف بزاف مساكن. يعني صراحه هنا كتعرف بنادم اللي صراحه اللي كيبغيك، اولا اللي كما كنقولوا غير سطحيات وصافي. ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني هاد الظروف بينات ليا مش حال من حاجه. الناس اللي وقفوا معايا كنشكرهم بزاف بزاف، وكنشكر العائله ديالي وعائله الزوج ديالي، ومهم كاع الناس اللي سندتني في هذه المحنه هذه كنشكرها. يعني شكر خاص 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 جدا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا هانتوما. وكنشكر الناس اللي في هذا لوبيطال هذا الصراحه، على الفرامليه، على الاطباء، على كل شيء صراحه. الناس يعني شنقول لكم، التواضع تبارك الله التام، والاهتمام والعنايه، ومش حال من حاجه صراحه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، يعني راه فاش كيطيحك ربي يعني في الناس مزيانين، وهذه راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما بغيتش نطول عليكم. بغيت يعني غنوصل لكم ميساج للناس اللي غبرت عليهم وصافي. هادشي اللي كاين حبيباتي. شكرا 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 لكم بزاف مره ثانيه. نصور لكم شويه انتم شوفوا تبارك الله، لوبيطال غزال ما شاء الله، النقاء يعني كل شيء صراحه، والعنايه صراحه ما كيطلقوك حتى كيفليوك كما كنقولوا. الحمد لله. نتمنى يكون كيبان لكم هذا الفيديو مزيان، على ود سميتو الشميشه معقبله معايا داكشي علاش. دابا انا راه غادي خارجه من الباب الفوقاني، غادي نمشي للفرماسيان نجيب شي دواء راجلي ونجي. ونشكر الناس اللي كيتساعدوا معايا بزاف باش نبات معاه، وكنشكرهم بزاف صراحه. يعني الصراحه الناس ظريفين 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 بزاف هنايا، والله تعامل تبارك الله ما شاء الله عليهم.